ومباشرة إلى الدكتور أستاذ الدكتور فوزي البدوي، واليوم سنستمع إلى علمه من خلال مداخلته المدرسة الأنجلوساكسونية وسيرة سالم بن ذكوان الهلالي. يتفضل مشكورا. شكرا. أنا في الواقع أتيت إلى الدراسات الأبضية من باب الدراسات اليهودية، فأنا مهتم بالدراسات أو بالعلاقات الإسلامية اليهودية في القرون الوسطى، فأنا من الطارئين على الدراسات الأبضية، ووجدت أن بعض من اشتغل بالعلاقات الإسلامية اليهودية اهتم لسبب ما بالنصوص الأبضية، فمن هذا الباب دخلت إلى 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 هذا الموضوع. هؤلاء الذين اهتموا، من الذين يهتمون بالعلاقات الإسلامية اليهودية، هو ما يعرف بالمدرسة الاستشراقية الأنجلوساكسونية أو المدرسة المراجعية، ليكول ريفيزيونيست أو ريفيزيونيست سكول. هؤلاء اهتموا حقيقة بكثير من النصوص الأبضية. سيرة سالم بن ذكوان الهلالي في الواقع أول من عرف بها هو عمرو خليفة النامي، ومن خلاله تلقف جمهور المستشرقين هذا النص، ولاحظت أنهم يبحثون بشكل محموم عن أي نص أباضي. هناك اهتمام غير طبيعي من المستشرقين بالنصوص الأباضية. تحدث عنها مايكل كوك في Early Muslim Dogma، ثم المستشرق الألماني فان إس، ثم اهتم بها المستشرق فريتز زيمرمان والمستشرق الإيرلندية باتريسيا كرو. هذا الاهتمام يرجع بالأساس إلى أن هؤلاء يبحثون عن، أو مجال تخصصهم هو التالي، هو الإسلام في القرن الأول. لا يهمهم كثيرا الإسلام في القرن الثالث والرابع والخامس، وإنما جعلوا وقدهم القرن الأول لأنهم يريدون إعادة كتابة تاريخ الإسلام الناشئ. ولذلك يهتمون بالنصوص الأباضية، لأن النصوص الأباضية تقريبا هي الشهادة التاريخية الأقدم على نشأة الإسلام، أي قبل تشكل الفرق الكبرى الأساسية من السنة والشيعة. إذن هي مورد أساسي من الموارد التي يستعينون بها إلى إعادة كتابة هذا التاريخ. إذن هناك قسم أول، وهو الجانب إن شئتم النقد النصي للنصوص، يعني اهتموا بهذا النص واتفقوا على أن هذا النص هو لشخص واحد، قدموا افتراضات حول من مؤلف هذا النص الحقيقي، حول الموارد التي استقى منها استقت منها سيرة سالم بن ذكوان مادتها، ابن إسحاق غير ابن إسحاق، ولكنهم اتفقوا على أن هذا النص لصاحب واحد، لمؤلف واحد، وإن اختلفوا في أين كتب ومتى كتب. إذن هناك جانب لن أدخل فيه كثيرا، وهو الجانب المتعلق بتحقيق النصوص. هذا أمر يبقى صالحا لكل إنشاءات، لكل فترة زمنية، ونحن دائما محتاجون إلى من يقوم بهذه العملية، وهناك في العالم الإسلامي سواء في تونس أو في عمان أو في ليبيا أو في الجزائر من يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه. اتفقوا أيضا على أن هذا النص لا يضيف أشياء كثيرة في المعرفة بما يسمى بالخوارج، قد يقدم إضافات أخرى مهمة فيما يتعلق بالأزارقة أو بفرق أخرى، ولكنه لا يضيف إلى معارفنا الشيء الكثير. هذا النص في الحقيقة هو نص محبط للمدرسة الأنجلوساكسونية، محبط لأنهم لم يجدوا فيه مادة تساعدهم على إعادة كتابة تاريخ الإسلام الناشئ. إن شئنا التعريف بالخلف لقلنا إن هؤلاء
قد وجدوا فيه ضالتهم التي تؤكد ما يقولون، هو أنه يستحيل إعادة بناء أو إعادة كتابة تاريخ الإسلام الناشئ في القرن الأول، لأن هذه المدرسة تنطلق من أربع فرضيات في الواقع. أولها القول إنه لا وجود لمصادر، إنه لا وجود لمصادر من القرن الأول يستطيع المؤرخ أن يستعملها لكتابة تاريخ الإسلام. ما نتوفر عليه من نصوص هو في أفضل الحالات يعود إلى القرن الثاني، ولا يمكن أن يكتب تاريخا دينيا للإسلام، ولا يمكن أن يكتب تاريخا حرفيا بالمعنى الحرفي لكلمة التاريخ. كل ما نجده هو مصادر مدونة، لا أقول مكتوبة حتى لا يسأل بعضكم لا الكتابة موجودة وكتبوا، لا، هم يفرقون بين الكتابة وبين عملية التدوين، بما هي حركة منظمة تحت إشراف الدولة. هذه النصوص التي دونت تقريبا وبقيت في القرن الثاني هي مصادر غير تاريخية، بمعنى أنها لا تساعد المؤرخ، هي مصادر كتبت وفق غايات وأهداف دينية، هي كتبت لتكون تاريخ خلاص للمسلمين، إستوار دو سالو، وليست تاريخا بالمعنى الحرفي للكلمة. وبالتالي فليس لهذه النصوص ولنص سلم ابن ذكوان ولكل النصوص الأباضية أي أهمية من الناحية التاريخية في إعادة كتابة تاريخ الإسلام. هذا المؤلف أو هذا النص الذي سيرة سالم ابن ذكوان في الحقيقة لا يمكن أن يقرأ إلا في ضوء نصوص أخرى، نصوص المدرسة الأنجلو ساكسونية. يعني لا يمكن لدارس النصوص الأباضية التي اهتم بها الاستشراق وخصوصا المدرسة المراجعية دون أن يهتم بكتاب سكتاريان ميليو لجون وانزبرو، أو سليفز أون هورسز، فرسان على الأحصنة، أو عبيد على الأحصنة لباتريسيا كرون، أو ذا فيرست ديناستي لجيرار هوتينغ. لأن هذا النص، نص سيرة ابن ذكوان الهلالي، هو نص يتحدث، هو مزيج من الكلام والسياسة. وهؤلاء يقولون أنه لا يمكن كتابة تاريخ ديني للإسلام، كل ما يمكن أن يكتب في تاريخ الإسلام هو تاريخ سياسي فحسب، وسأبين هذه النقطة وما يليها. العرب الفاتحون كانوا معادين للمدينة وليسوا للمدنية، للمدينة ولسكن الحواضر، هذا ما يقوله هؤلاء. إذا وضعنا هذا النص في سياق ما تفكر فيه هذه المدرسة وفي سياق فرضيات هذه المدرسة، بطبيعة الحال ما سأقوله هو شيء صادم، ولكن سأبين بعد دقيقة كيفية الخروج من هذا المأزق. وكانوا هؤلاء العرب الفاتحون كانوا معادين لسكن الحواضر، يعني لا في سيدونتير، وعندما دخلوا هذه البلاد المفتوحة انعزلوا ولم يختلطوا بهؤلاء السكان، وأقصد بذلك باعتبارهم أرستقراطية عسكرية، وهو ما يؤكد طابع البداوة الطاغي على الفتوح، مما أدى إلى انعدام أي مشروعية لدولة يقيمونها في البلاد المفتوحة. وهذا العداء للحواضر كان يجد مشروعية في الدين، وبالتالي لم يبقى لهم إلا النموذج القبلي العائلي للحكم، وهذه هي المرحلة السفيانية. ولكن هذا النموذج سينحل بحكم حركة الروادف المتعددة وظهور الانشقاقات والاختلافات، وهذه المرحلة المروانية، ولكن الانشقاق سيظل هو اللغة، سيظل داخل اللغة القبلية، لأنه ليس للعربي أي لغة أخرى لتوصيف الفعل السياسي. وستستمر لعبة الأنساب وصناعة الأنساب، وهذا هو جوهر البناء السياسي الأموي في غياب بناء ديني، وهذا البناء السياسي هو البناء الوحيد المتوفر للمؤرخين
كي يدرسوه. فبالتالي فليس العربي من وجود إلا لتاريخ سياسي فقط وليس تاريخ ديني. تاريخ العباسيين يؤكد مرحلة أخرى، وهو أن هؤلاء العرب حتى هذا المجال السياسي لم يستطيعوا أن ينجحوا فيه، وكان مآلهم الفشل. والسبب هو أن علماء الدين بكل أنواعهم وبكل فرقهم منعوا المحاولة العباسية لقيام دولة على النمط الإمبراطوري بسبب من هذا العدا المستحكم لسكن الحواضر والمدن. هذه المدرسة الأنجلوساكسونية إذن عندما تدرس النصوص الإباضية تدرسها من خلال هذه الخلفيات. لا تساعد النصوص الإباضية إلا على كتابة تاريخ سياسي فشل في نهاية الأمر، والغاية من هذا كله علما وأن هذه المدرسة في الحقيقة هي مدرسة تريد أن تقدم دراسات مزعجة ولها مصدر أول أو صحيفة أو مجلة أولى، هي مجلة BSOAS Bulletin of the School of Oriental and African Studies، والمجلة الثانية بعنوان جيروزاليم إسرائيل Journal of Islamic Studies الصادرة في القدس المحتل. النتيجة من هذا كله هو محاولة بيان أن هذا الإسلام خارج التقاليد، خارج التقاليد الماسيهودية جوديو كريتيان، خارج التقاليد الماسيهودية، وخارج كل ما يعرف بالإسباس غريكو روما، يعني الفضاء الإغريقي الروماني. لهذا دلالات سياسية، دلالات سياسية نلاحظها في تكوين وأفعال المحافظين الجدد. كيف يستطيع العرب المسلمون الوقوف في وجه هذه المدرسة الأنجلوساكسونية بكل دراساتها بما فيها الدراسات الأباضية وعدم الاكتفاء بالقول إن هذا استشراق وأن هذه شبهات؟ الحل ليس هذا. الحل هو أن نكون قادرين على أن نراعي كما يقول الحارث المحاسبي الرعاية لحقوق الله من ناحية والرعاية لحقوق المعرفة من ناحية أخرى. هؤلاء يقدمون أسئلة حرية وحقيقية وتستدعي إجابة منا، ولكن علينا هناك ثمن يجب أن ندفعه قد يكون غاليا بالنسبة إلينا، ولكن لا منص من دفعه إن أردنا أن نخاطب هؤلاء القوم بما بلغة هذا الوقت ولغة هذا الزمان. وإن كان في هذا فيما قلت بعض الفراغات وبعض النقائص ستتكفل المناقشة بإيضاحها، وشكرا.